انت مش عايز تبقى مكان ليل وتشيل الشغل اللي كان بيشيله؟ يبقى لازم تبقى زيه شبهه. شوف يا باشا، شعبان مش شبه حد، انا بعون الله. شوف بعون الله وحش، اعمل اللي بيعمله واكتر كمان. خلاص يا شعبان امشي، مش عايزك. البلد مليانه بلطجيه، هلاقي 100 واحد غيرك. ليه دور يلاقي ولا وحش؟ في واحد كويس قوي ساكن في منطقه شعبان اسمه التيتي. نفسيه ماشي. الهد زي البنا، من غيرهم الدنيا ما تعمرش. تقول حاجة؟ بقول ساعات الناس تبص على الهدد والتكسير إنه عمايل الشيطان، ومش فاهمين إن الشر والخير دول من جنود ربك، كل واحد منهم بيعمل المطلوب منه. شفت؟ اهو انت اهو مش مصدقني. انا تعبان ومش مستحمل اسمع اي حاجه. الحزن بيتولد كبير وبيصغر مع الزمن. عموما لما ترجع بقى نكمل كلامنا. احنا هنفتح شركة حراسات خاصة. هو باظ يا باشا، على حد علمي الشركة دي محتاجة تسريح وموافقات والجو اللي انت عارفه ده، وانا لا مؤاخذة يعني سواب ومسجل. احنا هنجيب لك الموافقات وهنعمل لك كل حاجة، كل المطلوب منك انك تجيب 2-3 يشتغلوا معاك في الشركة. واجهة يعني قدرة فيهم. بالظبط كده، ابتديت تفهم. لا مؤاخذة يعني يا باشا، مش العالم دي هتقفش كتير، واللي هيجي لك من وراهم اكتر. لا يا باشا انت كده بتسلخني من جلدي. عشان تبقى انضف، وبالمناسبه يبقى البس لبس محترم شويه، مش الزباله دي. سيبك من كل ده يا باشا، يعني انت لا مؤاخذه عايز نحط كل اللي كسبته في حياتي في الفاترينه بتتكلم عليها دي؟ طب افرض لا مؤاخذه الفاترينه اتدشت، ابقى انا كده خسرت الجلد والصاد. ولو فتحت هتدخل عالم تاني بفلوس تانية خالص. الله يحنن عليك، يبقى انا وانت بقى نخشها انجاجي، والمكسب 50-50. ما ينفعش. قلبك مش مطمن؟ لا مطمن، بس انا مش عايز يبقى في شكل رسمي بيني وبينك قدام الناس، وده احسن لي واحسن لك. والله يا باشا كلامك بصراحة مخفل دماغي. سيبنا وديها واجيبها وهرد عليك، وربنا يحن علينا كلنا. شركة حراسات خاصة. كل الكلام ده مش فارق معايا خالص. أنا بس حبيت أحكي لك اللي حصل. عايز أبعد عن الدنيا كلها. لا قادر أشوف حد ولا أسمع حد. بسافر أي حتة. شوفوا يا حبيبي، بس تعالى معايا البيت، خد دش وغير هدومك عشان اجراءات الدفن والعزاء.